مدام هبة، شو رأيك بالمكان؟ ايش اللي شو رأيك؟ انت نفسك كيف مدليت؟ فعلا انتو اول ناس اللي توصلون هذه النقطة مع قرارات للسياحة. اللي بده يطلع سياحة يطلع بس مع هاي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هذا هو شلال جيرموك. قبل يومين نقلت لكم ونشرت فيديو على اليوتيوب كيف تشاهد شلال جيرموك من الاعلى، صورناه بالضبط من فوق من هناك. اليوم راح احاول ان اصعد واصور لكم من هذه الشجرة اللي امامنا من هناك. سأحاول، لن اعدكم، اذا تمكنت سأنقل لكم الصورة من فوق. وهذا هو شلال جيرموك، وسأحاول ايضا ان انقل لكم الصورة من هذه النقطة. انها مغامرة، مغامرة وخطرة بصراحة، لكن سأحاول. مساء الخير أصدقائنا، مثل ما وعدتكم سأنقل لكم الطريق المؤدي إلى أعلى الشلال. اليوم سأنفذ وعدي معكم. قبل كم يوم نشرت لكم فيديو شاهدنا شلال جيرموك من الجانب الأيسر، من الجبل الأيسر. كما تعلمون شلال جيرموك يتساقط من بين الجبلين. أكيد اللي زرتوا أرمينيا استحضرتوا وشفتوها. نقف أمام الشلال، الجانب الأيسر صورنا لكم فيديو، اليوم للجانب الأيمن سنصورها لكم. فقط أرجو أن تتابعوني وتكملوا الفيديو إلى الآخر. سأصور لكم الطريق المؤدي إلى أعلى الشلال. ابقوا معي. يلا هذا النهر قبل أن يصل إلى الشلال. وهذا هو الطريق المؤدي إلى أعلى الشلال. سنصل إلى الحد اللي نتمكن من الوصول إليه. أيوة بينجو، وهكذا تحقق. الآن بإمكاني أن أقول لكم نعم، تمكننا من تحقيق وعدنا لكم. نحن الآن في أعلى الشلال، في النقطة الذي يصل النهر ويبدأ التساقط من خلال الشلال. يا جماعة أنا آسفة بس صراحة المنظر مغري، شريت مش عادي أمسك الكاميرا. هذا أعلى الشلال، هذا النهر، أوكي، وهناك تشوفون الجسر اللي دائما اعتادوا السواح أن يشاهدوا شلال جيرموك من الأسفل. قبل كم يوم نقلنا لكم الفيديو من هذا الجانب. وهذه الصخرة التي يصعد فوقها السواح ويلتقط الصور من أعلى. أول يوم خلال فترة عملي بالسياحة نصل إلى هذه المنطقة ومعنا سواحنا. تريدون تعطوا رأيكم؟ كيف اندليت على هالمقطع؟ لحظة.
احدى سائحاتنا مدام هبه، شو رايك بالمكان؟ ايش اللي شو رايك؟ انت نفسك كيف مدلعت؟ انا جرين، احنا مبسوطين انه احنا اول ناس جينا لهون، وفعلا انتوا اول ناس اللي توصلوا هذه النقطه مع ارارات للسياحه. اللي بده يطلع سياحه يطلع بس مع هاي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. سوا احنا من المملكه الاردنيه الهاشميه، اتشرف بهم عن جد. اتمنى ان يكون كل سواحنا بهذا المستوى من الوعي والفهم عن جد. وعشقنا البلد، ارمينيا فعلا كل من زارها عشقها، ولذلك انا لدي شعار كتبته على الفيسبوك وعلى الانستغرام: 4 أيام لا تكفيك لزيارة أرمينيا، لكنها تكفيك لأن تعشقها.